أنا هبدأ كلامي معاكم بفكرة الجاب، الفارق اللي اتعودت طول عمري إن أشوفه بين النادي الأهلي وبين كل الأندية اللي بتنافسه على كل المستويات، على كل المستويات. وهنا أنا هطلع قصة المحلي بره الحسابات شوية، لأنه ما أقدرش أقيس على المسابقات المحلية في مصر إنها مسابقات ضعيفة جدا والمنافسة فيها أضعف وأضعف. وبالتالي الطبيعي عندي والمنطقي عندي والقاعدة عندي إنه الأهلي يفوز بأغلب البطولات اللي بتحصل، ولما الأهلي يبقى وحش بيفقد لقب هنا أو لقب هناك. لكن على مستوى أفريقيا المنافسة في حتة أو في جزء تاني خالص. حتى لما كنا بنتكلم على كأس العالم وطموحاتنا بإن إحنا نتخطى الميدالية البرونزية ونحقق إنجاز جديد، كان دايما ده حتى لما بيحصل، حتى وانت بتكسب برونزيه، حتى وانت بتكسب بالميراس او بتكسب مونتريه او بتكسب الفرق اللي هي ابطال القارات دي، كان دايما ده بيحصل بمعاناه وبصعوبه شديده جدا. لكن فكره، ارجع تاني لبدايه كلامي، فكره الفجوه اللي عودني الاهلي في كل اجياله، خطيب، مصطفى عبده، ربيع ياسين، علاء ميهوب، ماهر همام، ثابت البطل الاكرامي، هادي خشبه، هشام حنفي، حسام حسن، ابراهيم حسن، سمير كمونه، حسام غالي، خالد بيبو، اجيال ورا اجيال. في كل مراحل عمري اللي بتفرج فيها على الاهلي كانت دايما الجاب واسعه، كنت دايما بنزل اي ماتش وانا حاسس ومرتاح واحساسي اقرب لان احنا هنفوز النهارده. الخساره شيء او سيناريو مستبعد، سيناريو صعب حدوثه، حتى لو حصل بيبقى مفاجاه او بيبقى داي اوف. لكن انك انت تعيش لفتره طويله حاسس انه الاهلي مش هو الاهلي، حتى لما بيكون بيكسب ماتشات او حتى لما يكون بيحقق القاب، يمكن تكون هي دي، هو ده السؤال اللي علينا ان احنا نجاوب او نحضر على الاقل اجابته لموسم جاي هيكون في منتهى الصعوبه ان لم يكن اصعب من الموسم اللي احنا فيه. خلوني اسال واحد من نجوم النادي الاهلي، اللي حصل ده ما يهمنيش قوي حصل ليه بقد ما يهمني كمان نعديه ازاي، وده يمكن يكون سؤال الحلقه النهارده. بس خلوني بدايه طبعا ارحب بنجمنا النهارده كابتن اشرف ممدوح. مساء الخير يا كابتن اشرف. مساء الخير يا احمد، ودايما سعيد معاك، ولكن للاسف يعني الاحداث الاخيره مؤسفه شويه. هارد لك النادي الاهلي طبعا، يعني مباراه صعبه جدا واتكلمنا عنها كتير قبل المباراه. نتيجه كبيره جدا على النادي الاهلي، وصدمه جماهير النادي الاهلي مش بس في انك بطوله افريقيا او ممكن تخرج منها، ولا في الاداء والنتيجه، لان النادي الاهلي كبير افريقيا او كبير افريقيا زي ما بنقول، ما ينفعش يخسر بالنتيجه الكبيره دي. ولكن ده حال كره القدم، وانا معاك تماما انه لازم دايما عند كل مشكله تحصل او عند كل اخفاق لازم نقطه من اول السطر ونبتدي نصحح الاوضاع، لان ده اللي بيحصل دايما في النادي الاهلي. في الاهلي بس. ده صحيح. في الاهلي بس، مش صحيح. في اي حته تانية، في الاهلي بس لما يكون فريق لمره بيخرج حتى من بطوله دوري ابطال، احنا لسه ما خرجناش، يعني احنا هوريكم الحسابات مره تانية لكن لسه ما خرجناش، لكن حتى لو الاهلي خرج من بطوله دوري الابطال، حجم رد الفعل قياسا بما تحقق من الجيل ده والاجيال اللي قبله ممكن يبقى غريب جدا. يعني في فرق ما خدتش بطوله قاريه بقالها 20 و22 سنه وما فيش ردود الافعال دي مع الخروج بتحصل مثلا كل سنه. هل الناس اللي اتعودت على الهزيمه افضل مننا مثلا، او اتعودت على الخروج المبكر افضل مننا؟ بالتاكيد لا. لكن السؤال، هل بتشوف انه اللي حصل امبارح ده داي اوف يعني لكل جواد كبوة زي ما بيقولوا، ولا اللي بيحصل ده جرس انذار بيقول انه في حاجات كتيره جدا لازم تتغير عشان نصحح المسار مره تانية؟ لا، مش داي اوف، لانه لو داي اوف يبقى انت اديت اللي عليك. يعني عملت اللي عليك وبذلت مجهود وحضرت وجهزت نفسك بدنيا ونفسيا وذهنيا للمباراه، وانا شايف الحقيقه ان ده ما حصلش. يعني عشان كده بقول لك انه مش داي اوف، لا، هو جرس انذار، وجرس انذار خطير جدا، لانه النتيجه دي لما تتكرر من فرقه يعني المفروض اننا متسيدين افريقيا من سنوات طويله جدا، المفروض ان السكواد اللي موجود دلوقتي في اخر ثلاث مواسم حصل على البطوله دي مرتين، مفترض انه ما يكونش ده الاداء وده التجهيز قبل المباراه لمباراه كبيره زي دي. هي مفترق طرق، يعني احنا بنتمسك بامل ولكن امل بسيط جدا زي ما قلت يا احمد.
صحيح الامل لسه موجود، ولكن يعني مش على بسيط جدا ولا حاجه يعني. لا مش بسيط ليه؟ مش بايدك يعني. خليني اقول لك، انا دايما مش بايدك. دايما مش بقولك انه بسيط لانه مش بايدك. عندي امل كبير ده معناه، او عندي امل يعني عندي امل قوي شويه ده معناه ان بايدي اقدر اغير. ولكن لما يبقى بايد غيري انا يبقى الامل بسيط جدا يعني. فير بلاي مش موجود في كل حته في الدنيا، ولكن نتمنى ان شاء الله. متشكك ولا ايه؟ ولا عندك معلومات؟ لا يعني شوف، ما عنديش شك ان سان داونز ان شاء الله هيقدم مباراه قويه، وان شاء الله انه هيقدم المباراه بالفير بلاي فعلا، لانهم اداره محترفه وبيشتغلوا من سنين طويله بهذا الشكل يعني. ما حصلش اي وقعه تقول ان سان داونز ممكن يلعب يتهاون يعني. يتهاون او يلعب غير الفير بلاي. فخليني اقول لك انه ان شاء الله الامل موجود ولكن مش بايدك. طيب جرس انذار ليه؟ لانه انت بتتكلم في اداء من فتره طويله جدا. صحيح في مبررات يعني، في مبررات كتيره، ولو قعدنا نعددها هنقول خمس ست اسباب واتكلمنا فيها كتير وكل جمهور النادي الاهلي عارفها. ولكن المباراه دي تحديدا ما ينفعش اقول اسباب، ما ينفعش اقول مبررات، ما ينفعش اقول اي حاجه غير انه في تهاون وفي عدم تحضير للمباراه بشكل جيد، سواء من مستر كولر او اللاعبين. في مش هقول تهاون لان المباراه يعني بتتكلم عن نفسها يعني. مباراه تحديد مصير انك هتكمل ولا لا، تكمل بايدك ولا خلاص الموضوع يخرج بره ايديك ويبقى انت بتستنى نتيجه المنافسين. شوف، من قبل مباراه الصن داونز كان لازم يعني الجهاز الفني، وانا بقول دي قله خبره، اتكلمت انا وانت في ده وقلنا ان مستر كولر مدير فني عالي جدا وبيحضر بشكل كويس جدا. بس افريقيا غير برضو عشان. هو ده، هي دي النقطة اللي اتكلمت فيها انا وانت تحديدا لو فاكر في اكتر من حلقة، وقلنا انه افريقيا مختلفة ومحتاجة فعلا. لما كان التعاقد مع مستر بيتسو موسوماني من مجلس إدارة النادي الأهلي في التوقيت قبل بطولة افريقيا، قبل بعد رحيل فاكر ناس كتير اعترضت، ولكن كان السبب الرئيسي في اختياره هو حافظ افريقيا. هو الراجل ده عارف كل حاجه، دروب كل افريقيا، عارف كل الاجواء اللي بتحصل في كل مباراه افريقيا، وبالتالي حقق نتائج جيده مع النادي الاهلي. لسه مستر كولر ما خدش على ده. التجهيز للمباراه يعني في مباراه المقاولين، تخيل ان السكواد او التشكيل اللي لعب مباراه سان داونز فيه 9 لاعبين لعبوا مباراه المقاولين قبلها بثلاث ايام وسافروا مع هذه الاجواء وهذه المباراة والقوة البدنية واللياقة البدنية والقوة الجسمانية اللي هنقابلها، وفرقة سان داونز بكل هذه الإمكانيات الكبيرة عندهم، في 9 لاعبين شاركوا في مباراة المقاولين. فأنت متخيل كل ده تحضير للمباراة، وكل دي خبرات لازم إن شاء الله يكتسبها مستر كولر. لأن أنا بقول إن مستر كولر إن شاء الله مكمل مع النادي الأهلي. مستر كولر لسه عنده كتير هيديه للنادي الأهلي، ولكن محتاج لسه خبرات كتيره جدا هيكتسبها، ولازم يكون في دور للجهاز الفني احمد، لانه المعاون طبعا، لانه سامي قمصان والجهاز الفني المعاون كابتن سيد عبد الحفيظ عندهم خبرات كبيره جدا جدا استفادوا منها في الفترات اللي فاتت، وكان لازم يكون ليهم راي وراي قوي مع مستر كولر في التشكيل اللي ممكن يخوض قبل مباراه المقاولين، في تجهيز اللاعبين نفسيا وبدنيا ومعنويا قبل مباراه سان داونز. لا، في حاجات كتير واخطاء كتير حصلت ما قبل المباراه ادت للنتيجه اللي حصلت امام سان داونز. طيب عايز اتكلم معاك عن التقييم، لانه التقييم مهم جدا، مش تقييم مباراه. احنا مشكلتنا الحقيقه ان احنا بنقيم المباراه، يعني لعيب بيعمل ماتش عظيم يبقى طبعا في السماء، تاني ماتش يلعبه وحش يبقى في الارض ولازم يمشي. نفس حكايه يمكن الجهاز الفني، احنا انفعاليين قوي جدا، مفيش موضوعيه في التقييم يعني. انا بقول لك دايما اللاعب المصري ومع الجهاز الفني. لكن هسالك السؤال اللي سالته للناس واللي قلت للناس عليكم، انكم في حاله الزعل اللي انتم فيها دي، انكم تحاولوا تلاقوا اجابه عليه. لو الاهلي تاهل عن المجموعه دي، يعني حصل اللي حصل وتعادل مثلا سان داونز مع الهلال، احنا عندنا دلوقتي افكركم مره تانية، الاهلي عنده 4 بونت، الهلال عنده 9 بونت، سان داونز عنده 10 بونت. صحيح. لو الهلال خسر او تعادل، قدام سان داونز، يبقى حظوظنا بايدينا، يعني نكسب الماتشين ونعمل ماتش الهلال سكور فرق 2 نتاهل بعد. فالسؤال وده وارد جدا يعني. وده وارد جدا. ده سيناريو وارد مش مستحيل يعني. وانا بقول لك ان شاء الله هيحصل، لان سان داونز ان شاء الله باذن الله ان شاء الله نتمنى ذلك. لكن هو لو الاهلي تاهل وكمل المشوار في البطوله والفرقه وقفت على رجلها تاني وقدرنا ناخد اللقب مثلا، هل نتحول 180 درجه وتبقى كل حاجه تمام؟ يعني هل ساعتها؟ لا
لا انا 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 مش مع بص شوف انا دايما معاك هنا وللامانه انا شايف ان انت دايما او دايما متفقين لو انت على تصحيح المسار او ان احنا نمشي في الطريق السليم بغض النظر عن نتائجك الحاليه. يعني يعني ما ينفعش اكون واخد بطوله افريقيا مثلا وانا ادائي سيء، صحيح هبارك وهقول ألف مليون مبروك وكل الناس أدت اللي عليها، ولكن برضو لازم أعدد السلبيات، لازم أحط سبوت دايما على السلبيات اللي عندي عشان تفضل مستمر في منصات التتويج. البطل الحقيقي هو اللي يستمر على منصات التتويج، مش بس على القمة طبعاً. أصعب من طبعاً الوصول ليه، ودي مقولة سليمة مليون في المية. وبالتالي الشخص أو الكيان اللي بيفكر بالطريقة اللي بنتكلم بيها أنا وأنت دي لازم يكون عنده استراتيجية معينة عشان يقدر يشتغل ويقدر يكمل في الاستمرار على القمة. انه يحط دايما السلبيات نصب عينيه زي ما بيقولوا، او دايما يصحح السلبيات دي، ما يبصش بس الايجابيات. عندنا اخطاء، صحيح عندنا اخطاء نتيجه الخبرات، نتيجه السكواد اللي كان مفترض يبقى مكتمل اكتر من كده شويه، عندنا تدعيمات المفروض ان شاء الله الفتره الجايه نتكلم عنها. بنتكلم النادي الاهلي احمد بيخوض تجارب او بطولات قاريه كبيره جدا. انت بتلعب في كاس عالم انديه، هي أكبر بطولة أعتقد للأندية في العالم، وبالتالي أنت بتواجه أكبر الأندية في العالم، بتلعب بطولة دوري أبطال أفريقيا، مفترض أنها أقوى بطولة للأندية في أفريقيا، وبتواجه فرق النهاردة. يعني عايز أقول إن صن داونز مثلا، إحنا كنا اتكلمنا عن تطوير الكرة في أفريقيا، بيطوروها إزاي، بيشتغلوا إزاي الفترات اللي فاتت، في فرق كتيرة ابتدت تشتغل على نفسها، منتخبات النهاردة. ومن قبل ما تبدأ بطولة أشرف، إحنا يعني وكلمنا وخصوصا بعد قرعه دور المجموعات، اتكلمنا انه الاهلي في اصعب مجموعه، اتكلمنا انه السنه دي كل منافسي النادي الاهلي حضروا كويس جدا للنسخه دي من البطوله، وده ظهر وترجم بشكل كبير مش بس في مجموعتنا، حتى في المجموعات الثانيه. صحيح، ما تقدرش تقول ان الترجي السنه دي مش فايق احسن بكتير جدا من نسخه الترجي السنه اللي فاتت، وداد بلوزداد وداد والرجاء شباب بلوزداد صن داونز طبعا، الكل بيطور. وانت بتطور، ولكن احنا محتاجين معلش احنا بنتكلم بموضوعيه وبجد. اتفضل. انت ما طورتش بالشكل اللي يتناسب مع حجم تطور الاخرين. هو ده انت تقريبا احنا متفق معاك، مش مختلف. انا لسه بقول انت بتطور، ولكن نفس سكواد الاهلي نفس سكواد الاهلي اللي بيلعب بقاله ثلاث سنين من فتره طويله. احنا ثلاث سنين اضفنا شويه، وده الحقيقه كمان يعني لازم نديهم حقهم، يحسب ليهم، لانه انا قلت في بدايه الحلقه انه جزء كبير جدا من امكانيات لعيبتك اللي تراهن عليهم، لعيبه الكوره يعني في الفريق، المفاتيح، اللعيبه اللي عندها حلول، اللعيبه اللي بتصنع الفارق، تحس انها امكانياتها مستنزفه مستهلكه بدنيا وذهنيا. طبعا طبعا، علشان انت بتلعب خمس ست بطولات. لما كلمك بس عشان بين قوسين كده، اللاعب الذي يصنع الفارق. صحيح، ده صحيح، ودي نقطه مهمه. في لعيبه تانية كتير كويسه، في لعيبه تانية كتير ليها ادوار مهمه، لكن انا بتكلم على اللاعبين الذين يصنعوا الفارق اللي موجودين مثلا منهم في صن داونز. يعني انا شفت فرقه الحقيقه منافس محترم، فرقه الحقيقه بتقدم كوره حديثه، فرقه بتلعب كوره اوروبيه، فرقه عندها كويره، عناصر اللي عندها الاساسيات كره القدم مش واحده منهم، انضباط تكتيكي، تحركات جوه الملعب على اعلى مستوى، فهم طبيعه الدور والواجبات، مهاره مهمه جدا، مهمه جدا، مش ممكن لعيب كوره من غير مهارات اساسيه. صحيح. تسليم، تسلم، مراوغه، حلول، وكل ده انت بتتكلم في معدل اعمار صغير. يعني ما بتتكلمش في ناس عندها خبرات كبيره، بتتكلم في 20 21 سنه، يعني لسه اللي بنتكلم عليهم عندنا لسه ناشئين، مش كده؟ مظبوط. او لسه شباب. ده بيحتاج منك ايه؟ وده اللي هيخلينا اروح معاك لفكره ازاي نطور او نبتدي منين التطوير. مجلس اداره عندنا اعتقد وبنسبه 90% 95% ما بيأثرش، بمعنى انه كل متطلبات الاجهزه الفنيه بتتحقق، افضل الاجهزه الفنيه او افضل الاسماء المتاحه والمطروحه وقت ما يتم التغيير بتتواجد في النادي الاهلي على راس القياده الفنيه للنادي الاهلي، افضل اجهزه اداريه، افضل اجهزه طبيه، ملاعب، كل الامكانيات والدعم من مجلس الاداره موجود، كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره. وده مش هقول عليه مجاملات او نفاق، او الناس كلها شايفه ان كابتن محمود الخطيب موجود على راس كل في كل البطولات، على راس الاجهزه الفنيه والبعثه اللي موجوده، تعبان او مش تعبان الراجل بيحاول يبقى موجود ومتواجد، بيدعم نفسيا ومعنويا بشكل كبير جدا، ماديا متوفر، مفيش
لاعب في النادي الاهلي او حد من الاجهزه الفنيه على مدار تاريخ النادي الاهلي عنده مشكله ماليه واحده في النادي الاهلي، فانت لما تتكلم على مجلس اداره لا يعني نترك مجلس الاداره على جنب لان الناس ما بتاثرش في اي حاجه. صحيح الفتره الاخيره كان في متطلبات للاجهزه الجهاز الفني مثل كولر انه يكون في بعض التدعيمات سواء في الخط الدفاعي او الخط الهجومي في راس الحربه، ولكن ده لم يتحقق مش علشان الناحيه الماديه او الناحيه الماديه الحمد لله النادي الاهلي في افضل حال ماليا، ولكن نتيجه التوقيت بس اللي انت بتتكلم فيه واختيارات اللاعبين. اتمنى ان شاء الله ان ده يتحقق، وده ان شاء الله هيتحقق على بدايه الموسم. هي المنظومه دي اعتقد ان في توجه داخل النادي الاهلي لتطويرها، يعني فكره انك انت تشتغل على الميركاتو قبل الميركاتو، واعتقد انه اصعب يعني اصبح الموضوع ده تقريبا في العصر اللي احنا بنعيش فيه شبه مستحيل. انت خدت الكلام على لساني لان عايز اقول لك مثلا احنا اتكلمنا قبل كده على فكره المدير الرياضي واتكلمنا انه موجود في كل اوروبا دلوقتي، يعني في كره العالم في كره القدم في العالم كله موجود الراجل اللي بيشتغل مدير رياضي علشان مش بس التسويق، تطوير تطوير اللاعبين من الصغر لغايه ما يوصل الدرجه الاولى، التسويق، اختيارات اللاعبين، التعاقدات اللي موجوده، كل الحاجات دي يا احمد لازم يكون في حد مختص بيها، حد بروفيشنال. ايوه على سبيل المثال سان داونز مثلا احنا واجهناه عنده مدير رياضي فليمينج بيرج، ده راجل اشتغل مع تشيلسي، اشتغل مع المنتخب الدنماركي، من فتره طويله بيشتغل مع سان داونز. قد ايه طور وقد ايه ساعد في اختيارات اللاعبين اللي انت بتشوف تطويرهم دلوقتي بهذا الشكل وهذا الاداء وهذه الاحترافيه في الملعب. ليه ما يكونش عندنا ده؟ اتمنى يكون من اول خطوات التصحيح ان يكون عندنا مدير رياضي يكون هو وصله او همزه الوصل ما بين الجهاز الفني وما بين مجلس الاداره. هرجع للامل لانه انا قلت الاهلي ما بيسلمش وما تعودناش ان احنا بنرفع الرايه البيضاء، وفي ظروف اصعب من كده يمكن عدينا بالتاكيد على مدار تاريخنا الطويل بمواقف اصعب من كده. ما زال الامل موجود طبعا. لكن انا الحقيقه بحس انه ماتش امبارح ممكن يكون عمل هزه، ممكن يكون عمل للاعبين ولا للجهاز الفني. انا بالتاكيد في ضغوط كبيره جدا اتصدرت للجهاز الفني ومستر مارسيل كولر، وفي لعيبه الاهلي عارفه امبارح يعني ايه تخسر 5 من سان داونز، وعارفه يعني ايه ردود الافعال، وعارفه يعني ان فرصك في بطوله افريقيا تبقى مش بايديك. صحيح. وبالتالي انت محتاج تتجاوز ده باسرع ما يكون. انت عايز تعدي المطب ده بسرعه لانك عندك مواجهتين حاسمتين، اولهم يوم الجمعه اللي جايه مع القطب يعني الكاميروني. يعني سيناريو التعامل مع المطب ده، سيناريو الخروج ازاي تخرج ازاي توقف، وهنا مش بتكلم بس على لعيبه وجهاز فني، كمان بتكلم على الجمهور لانه مهم جدا حاله الحزن او حاله الغضب دي ما تنعكس او ما يبقاش ليها اثار سلبيه في توقيت انت محتاج فيه تقوم الفرقه مره ثانيه على رجليها. صحيح. شوف ان شاء الله يعني انا شايف ان نتائج المباريات او النتائج اللي بيحققها النادي الاهلي في الفترات اللي فاتت تحقيق بطوله يعني النادي الاهلي عانى في دور المجموعات ده في كل البطولات اللي اعتقد في اخر 3 4 بطولات حصل عليهم النادي الاهلي. لما بيحصل النادي الاهلي على البطوله الناس بتتناسى ده وبتنسى ده، يعني انا اقصد ان النتائج بتنسي الناس شويه نتائجك السيئه او النتائج السلبيه اللي اتحققت. انك تخرج من ده محتاج حاجات كتير، يعني محتاج دعم من جمهور النادي الاهلي تحديدا، وعايز اقول لهم ان في مندسين كتير في الوسط بيتكلموا في انه النادي الاهلي باعد والنادي الاهلي بيصدروا صوره سيئه جدا جدا لجمهور النادي الاهلي اللي عايزين يوصلوها للاعبين والجهاز الفني دلوقتي. صحيح جمهور النادي الاهلي غاضب، ولكن تاكد مليون في الميه ان النهارده هتشوف جمهور مختلف بيدعم فرقته بيدعم جهازه الفني بيدعم مجلس ادارته، لان ده اللي اتعودنا عليه من جمهور النادي الاهلي. فعايز اقول ان جمهور النادي الاهلي ليه دور كبير جدا جدا في ان اللعيبه والجهاز الفني يخرجوا من الحاله دي. الجهاز الفني طبعا والجهاز الاداري وعلى راسهم كابتن سيد عبد الحفيظ ليه دور كبير جدا 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 في خروج اللاعبين من الحاله النفسيه السيئه اللي وصلوا لها بعد المباراه. وعايز اقول انه بيبقى يعني للامانه يوم يعني مش عايز بس ابقى متشائم قوي، ولكن بيبقى يوم اسود لكل اللاعبين. يوم ما بتخسر مباراه وما بالك انها خساره كبيره بالشكل ده ونتيجه مباراه مؤثره جدا في بطوله مهمه للنادي الاهلي، لا يعني يوم بيبقى صعب جدا جدا على اللاعبين انهم يتجاوزوه، وبالتالي محتاجين دعم فعلا كبير جدا. دور كابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز الفني مهم جدا جدا للاعبين في هذه المرحله.
اتمنى طبعا ان يكون اللاعبين الكبار غرفه الملابس اللي دايما بتكلم عنها يكون لهم دور في ان هم يخرجوا باقي اللاعبين من الازمه النفسيه الموجوده كبيره جدا جدا في غرفه ملابس النادي الاهلي. تاكد انه المباراه اللي جايه هتشوف فريق مختلف، لانه احنا تعودنا من لعيبه النادي الاهلي انه دايما بيخرجوا بسرعه، ودي من المميزات المهمه جدا جدا في السمات الشخصيه للاعبين او للاعبي النادي الاهلي دايما على مدار تاريخه، انك بتقدر تخرج من الفرحه بسرعه جدا ومن الحزن بسرعه جدا، يعني بتقدر تقفل او تطوي الصفحه دي وتبتدي من اول وجديد ومن نقطه من اول السطر عشان تكمل المشوار، وده اللي بيخلي دايما النادي الاهلي يقدر يرجع بسرعه. انا واثق في لعيبه النادي الاهلي وواثق ان هم هيقدروا يخرجوا من الازمه النفسيه اللي موجوده دلوقتي. صحيح النتيجه كبيره، ولكن احنا ما قابلناش منافس طبيعي، منافس قوي ومنافس عنيد ومنافس يعني الحقيقه اشتغل على نفسه السنين اللي فاتت بشكل كبير. النتيجه كبيره صحيح، ولكن كل الفرق الكبيره بتخسر، ويعني لسه شايفين مانشستر يونايتد من ليفربول 7، ففي نتائج كبيره صحيح بتبقى غير طبيعيه ولكن وارده في كره القدم. ان شاء الله لاعبي النادي الاهلي لازم يكون عندهم الثقه والاصرار ويقدروا يرجعوا مباراه القطن بفوز ان شاء الله. مباراه الهلال ان شاء الله مهمه جدا هنا، وانا واثق مليون في الميه وبقول لكم من هنا من عندك ومن برنامجك، وافتكر الكلام ده، ان صن داونز هيلعب على الفير بلاي وان شاء الله هيقدر يتخطى عقبه الهلال السوداني. انا واثق من ده مليون في الميه، بفوز كمان مش بتعادل، رغم ان الهلال السوداني عندهم حافز كبير جدا جدا بعد ما وصلوا 9 نقاط. انا اتمنى طبعا، اتمنى ان ده يحصل، وحاسس انه هيحصل، يعني احساسي اتمنى افتكر كلامي ده ان شاء الله ان ده هيحصل، احساسي انه هيحصل. بس انا مش فاكر، او اخر مره مش فاكر بجد اخر مره انا كاهلاوي اتكلمت فيها على فكره انه الاهلي مستني مين عشان، يعني فاهم قصدي، فاهم المعنى، يعني والمعنى في بطن الشاعر زي ما بيقولوا. هو ده وارد يحصل طبعا. أيوة. واحنا ما تعودناش عليه في النادي الاهلي صحيح، ولكن كره القدم فيها كتير. خلينا دايما نبص على يعني اكلمك، عايز اكلم معاك كره شويه، مستقبل مليان طبعا، يعني طبعا طبعا انت عندك الاهلي الاهلي لاست كتير، ولكن في سلبيات. الاهلي عنده نص كوبايه مليان، الاهلي كوبايته مليانه طبعا الحمد لله. احنا يعني خلينا برضو في الظرف ده ما ننساش، انا شخصيا الاهلي ده يعني متعني كره سنين عمري كلها، ونادرا ما بعدي بمواقف زي اللي عديت فيها في ماتش امبارح ده. الفرحه والبسمه في مصر كلها كانت النادي الاهلي في السنين اللي فاتت، طبعًا يعني انت بتتكلم، مفيش حد مشرف الكوره في مصر. صحيح بجد، يعني لولا الاهلي مفيش كوره في مصر، خلينا نبقى متفقين، ده مش انحياز ولا انتماء ولا تشجيع، ده حقيقه وارقام. رغم اعترافنا بالسلبيات اللي موجوده طبعًا، يعني طبعًا لازم نقول ان في سلبيات وفي طبعًا. احنا لو ما كناش موضوعيين وقدرنا كمنظومه اعلام واداره وجهاز فني ولاعبين نحط ايدينا على المشكله فين، عمر الامور ما هتتصلح، وعمر صحيح الامور ما تقدرش تتقدم لقدام. فبالتالي حتى لما في وقت من الاوقات احنا بننتقد او بنقول انه في حاجه حصلت غلط ولابد من تصحيحها، دي بتبقى وجهه نظر هدفها في المقام الاول والاخير مصلحه النادي الاهلي ولا شيء غير ذلك على الاطلاق. وانت بتدعم النادي الاهلي، اتكلم في سلبيات مفيش مشكله، قول نقاط الضعف مفيش مشكله، قول انت اخطات في ايه، ما عندناش اي مشكله في ده، ولكن لازم نحس وكل الناس تبقى حاسه انك بتكلم من قلبك لمصلحه النادي، وفي توقيت ما ينفعش تتكلم فيه سلبيات ونقد لازع جدا لكل المنظومه، لان انت محتاج دلوقتي تدعم الناس نفسيا. وعايز اقول ان اللاعبين فعلا انا تواصلت مع اكتر من حد منهم، حاسين قد ايه بالمشكله اللي حصلت بالازمه النفسيه اللي يعني اللي هم فيها واللي تسببوا فيها لجمهورهم، وان شاء الله يعني في كلام كبير جدا جدا مختلف في مباراه القطن ومباراه الهلال ان شاء الله. وعوده باذن الله سريعه للاعبي النادي الاهلي ان شاء الله الفتره. هكلمك على ماتش سان داونز والقطن قبل ما اكلمك على الموسم، لانه انا بشوف ان واحده من اشكاليات اللي قدام مستر مارسيل كولر هي ثبات المستوى. عدد كتير من لعيبه النادي الاهلي ممكن ده يبقى بدافع الاجهاد، ممكن يبقى بدافع الاصابات المتكرره، لكن مفيش تقريبا ثبات في المستوى، في لعيبه بتنور ولعيبه بترجع ولعيبه بتطلع. يعني هكلمك في ده، بس عايز اعرف الكوره الاول، ايه الاخطاء اللي تتمنى انها ما تتكررش شفتها في ماتش امبارح، وايه الحاجات اللي كانت ايجابيه؟ بشوف ان بيرسي تاو امبارح رغم انه الحقيقه ظهر في مباراه ما كانتش حاجه بالنسبه لنا، بس الحقيقه بيرسي تاو امبارح قدم يمكن وجهه نظري افضل مباراه ليه مع النادي الاهلي. عندنا اخطاء كتيره، يعني عندنا اخطاء دفاعيه ودايما بنتكلم عنها، يعني هتخيل ان انت في اخر 10 مباريات اعتقد 18 هدف
كتير جدا جدا. اعتقد النادي الاهلي كان ممكن يلعب موسم كامل في خمس ست بطولات ما يدخلش فينا الاهداف دي. فعدد كبير جدا جدا من الاهداف نتيجه اخطاء في التمركز وفي الرقابه وفي يعني السرحان اللي بيبقى موجود، الاجهاد الذهني اللي كلمتك عنه احمد، لان انت النهارده اعتقد المباراه اللي جايه امام القطن الكاميروني تقريبا 11 مباراه او 12 مباراه في شهر و10 ايام مش كده؟ تقريبا يعني احنا من 1 فبراير لغايه المباراه اللي جايه ان شاء الله هيبقى تقريبا شهر واسبوعين تقريبا، 11 او 12 مباراه تقريبا. كل ثلاث ايام مباراه مع السفر الطويل سواء في بطوله كاس العالم الانديه وبطوله افريقيا. بس معلش انا انا كجهاز فني انا عندي الاجنده وعارف كويس قوي ابني الاستراتيجيه بتاعتي او البلان بتاعتي او الخطه بتاعتي على اساس ده. صحيح. انا عارف ان انا هبقى وعندك عندي رحلات سفر وعندك سكواد يقدر يساعدك، وعندي ان انا هبدل بين دوري ابطال ودوري وكاس وكاس عالم وارجع، يعني ببقى عارف ده كويس قوي. المشكله بقى فين؟ في الاصابات. انت عندك اربع او خمس اصابات مؤثرين جدا جدا، يعني تتكلم في اكرم توفيق بعيد جدا من فتره طويله. ايوه المباراه اللي فاتت السوليه، حسين الشحات، خالد عبد الفتاح ما كانش لسه جاهز، كهربا كان مع ماتش مقاولين، بتكلم على ماتش سان داونز. سان داونز يعني ما كانوش جاهزين، ما كانوش جاهزين. بس يعني كانوا بتتكلم في اصابات ما كانوش جاهزين، هم لو جاهزين بنسبه 100% هيبقوا متواجدين في الملعب. فبتتكلم في اربع او خمس لاعبين من القوام الرئيسي لفرقتك مش موجودين. فدي بتفرق كتير جدا. يعني صحيح السكواد اللي موجود بنسبه كبيره معقول وتقدر تعمل روتيشن، وده بيحصل من مستر كولر الفتره اللي فاتت. أيوة. في معظم المباريات، ولكن الاصابات الكتيره في معظم الاوقات بتخليك تفقد التركيز، يعني مش عارف تعمل ايه لانك بتعتمد على، خلي بالك في قوام رئيسي ما ينفعش الاستغناء عنه. يعني لو بتكلم عن خمس ست لاعبين ما تقدرش تستغنى عنهم في الملعب، او ما لهمش البدائل الكبيره اللي تقدر تقوم بالدور ده بنسبه 100%، فلما بتفتقدهم في مباراه ده المفروض الكواليتي اللي انت بتتكلم عليه ده بتبقى صعبه جدا. المفروض تبقى في فريق زي الاهلي بيلعب الكم الكبير جدا من البطولات، ده مطالب تقريبا في كل البطولات انه يعني طبعا معظمها يعني يتوج بيها. المفروض يبقى كام لاعب؟ القوام رئيسي. انت بتكلمني دلوقتي في 6 8 ما تقدرش تستغنى عنه. انا بكلمك شوف انا دايما في موسم زي ده هتلعب ابتديته بدوري ودوري ابطال وكاس قديم وكاس جديد ودوري عام وسوبر ليج. المفترض يبقى عندك كام واحد من الكواليتي ده؟ الكواليتي ده او اي فريق انت محتاج مش على الاهلي؟ لا يعني لا لا مش اي فريق، اي فريق في مكان فريق النادي الاهلي دلوقتي. زي الاهلي انت محتاج على الاقل 22 لاعب. يعني اللي بيلعبوا والاحتياطي بتاعه. ليه؟ لان كم البطولات والمعاناه اللي بيعانيها النادي الاهلي في ضغط المباريات والسفر الكتير جدا جدا في افريقيا. وعايز اقول نقطه مهمه، انه انت في افريقيا غير اوروبا، يعني صحيح الناس بتلعب هناك كل ثلاث ايام، ولكن فرق المسافات انت ممكن تنتقل من دوله لدوله في نص ساعه، ثلاث ساعات ساعه أو ساعتين كتير قوي. هنا بتقعد بال 12 ساعة بال 13 ساعة واحيانا 15 ساعة، كتير جدا جدا. أيوة. على اللاعبين، وانت بتلعب مباراة النهارده بالليل مطالب انك تسافر بكره، يبقى عندك يوم واحد بس عشان تقدر تعمل ريفريش او ريكفر للاعبين. فين ده؟ يعني فين في العالم بيحصل كم الارهاق لأندية مصر مش بس النادي الاهلي في البطولات الكبيرة؟ وبالتالي لا، انت محتاج سكواد كبير جدا، يعني 22 لاعب يا دوب عشان تقدر تكمل في البطولات دي بشكل جيد. النادي الاهلي محتاج تدعيمات كبيره جدا، مدير رياضي مهم جدا جدا، واتمنى كابتن محمود خطيب مجلس اداره يفكر في هذا الموضوع بشكل طيب. كبير جدا. خليني اكلمك على ماتش القطن الكاميروني، بس هسمح لي نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن اشرف ممدوح. قبل ما نروح مع كابتن اشرف لماتش القطن مهم جدا، هقف يعني حابب جدا اتكلم معاه ومعاكم انتوا كمان، ففكره المسابقات المحليه. هي المسابقات المحليه دي بتتعمل ليه؟ هل فكره بس القاب وبطولات بتتحط في خزاين او في دولاب البطولات ودمتم، ولا القصه منافسه قويه، احتكاك قوي يرفع من مستوى الفريق، وبالتالي لما تروح لمنافسات دوليه او قاريه على مستوى منتخبات او على مستوى انديه تقدر تكون على قدر المنافسه. فكره الدوري او البطولات المحليه عموما يا اشرف، هل بتشوف ان ليها تاثير سلبي او ايجابي على مستوى الاهلي وعلى مستوى المنتخبات؟
بعد اللي شفناه واللي بنشوفه من سنين طويله جدا، البطوله المحليه عندنا ضعيفه جدا. المسابقه المحليه او المسابقات المحليه بتفرز مجموعه من اللاعبين ضعاف الشخصيه، ضعاف التكتيكيا داخل الملعب، بدنيا داخل الملعب. لما بتواجه فرق كبيره ونوعيات مختلفه من التكتيك والخطط، مدارس الكروية، مدارس المختلفه، مدارس الكروية المختلفه، بتشوف الفرق قد ايه شاسع وكبير جدا جدا. لازم يكون في تطوير. انت بتتكلم بنظره عامه بقى، يعني ابعد شويه عن النادي الاهلي. انا بتكلم مثلا عام، يعني لما اجي اتكلم مثلا عن الكره السعوديه واقول انه الدوري السعودي وهم ما عندهمش ولا لاعب محترف في الخارج، اتطور بشكل كبير جدا في السنوات الاخيره، فبقى في منتخب سعودي على اعلى مستوى، بقى في انديه سعوديه زي الهلال وزي النصر وزي الاتحاد على اعلى مستوى. لما تطلع تحتك بمدارس الكره في اسيا مش هيبقى عندها مشكله. صحيح. يعني منتخب السعوديه لما يلعب منتخب كوريا او منتخب اليابان، مش هم دول كبار القاره في طبعًا اسيا؟ طبعًا. مش هيبقى قلقان قوي. المشجع السعودي عارف وواثق تماما انه منتخب بلده قادر حتى على المستوى القاري انه يكون، وانديه مش بس منتخب وانديه، انه يكون في صداره المشهد. لما اجي ابص على مستوى افريقيا، ابص على الدوري مثلا المغربي وازاي برضو بقى واحد من الدوريات القويه، والانديه المغربيه رجاء وداد نهضه بركان حاضرين دايما في المنافسه على كل الالقاب الافريقيه، اقول لا الدنيا اتطورت جدا. احنا عندنا باستثناء الاهلي. صحيح. طبعا. يعني حاله صمت رهيب. خلينا اقول لك مثل بالشعب كده، ولكن يعني هو دارك طبعا. دايما تدي العيش لخبازه، هو مثل شعبي ولكن دارج جدا. يعني ادي الشغلانه للمتخصص. يعني انا عندي مثلا مدير اداري لازم يكون دارس وفاهم وعارف بيعمل ايه، مدرب لازم يكون دارس وفاهم وبيطور نفسه ازاي، مدير رياضي اللي لسه عندنا في مصر واللي انا مصر انه يبقى متواجد في النادي الاهلي وفي مصر كلها بشكل عام، لان الراجل ده بيبقى فاهم بيشتغل ازاي وبشكل عامل ازاي ويقدر يطور ازاي. فكل حاجه بتديها للشخص المتخصص في ده بينجح بشكل كبير جدا جدا. في مصر احنا عندنا، احنا شايفين حتى بطوله الشباب السنغال النهارده بتشتغل يعني بشكل غير طبيعي. السنغال السنه دي ثلاثيه، كل حاجه رباعيه، بتكلم كاس عالم، وصول كاس عالم انديه، يعني كاس عالم، قصدي كاس عالم، يعني انا بعتبرش وصول كاس العالم انجاز بالنسبه لهم لان ده العادي. لكن بتكلم على بطوله افريقيا، بطولة أمم أفريقيا، بطولة أفريقيا محليين، وبطولة شباب، ثلاثة سنغال. يعني كمان الأمل أو المستقبل نتيجة التخطيط الواضح جدا جدا عندهم، في أمل كبير جدا جدا إن هم يكملوا المشوار. وبالتالي أنت عندك في مصر منظومة الحياة للأسف يعني بتشتغل بشكل خاطئ جدا جدا، وعمرها ما هتحقق نتائج إيجابية على مستوى البطولات المحلية. خلينا نرجع للموضوع اللي بنتكلم فيه، مستوى البطولات المحلية من تحت، من المنتخبات ومن الانديه ومن قطاعات الناشئين والشباب، انت بتشتغل بشكل خاطئ جدا. وكمان بتهدم ان يبقى في فكره تواجد مواهب الفتره اللي جايه نتيجه دخول الاستثمار في قطاعات الناشئين في الانديه. اللي معاه فلوس النهارده بيلعب، اللي معاه فلوس فانت كمان بتهدم المستقبل. يعني ما عندكش تخطيط واضح، لا انت عندك تخطيط لتدمير الكره المصريه. انا اسف، الناس دي ما ينفعش تشتغل، ما ينفعش. واتمنى ان المسؤولين في البلد ياخدوا بالهم من ده، ويكون في الفتره اللي جايه وضع مختلف عشان تقدر ان شاء الله تبني عليه الفترات اللي جايه، وتخطيط قادم للي جاي ان شاء الله. اختم معاك بماتش القط، شايف المباراه ازاي وشايف شكل الاهلي فيها ازاي؟ هل تتوقع ان مستر كولر مثلا ممكن يفكر انه يغير من شكل الفريق اللي لعب قدام سان داونز، ولا تعتقد انه هيظهر بنفس الشكل بنفس الطريقه بنفس الاسماء؟ طيب مباراه القطن او القطن الكاميروني، يعني هو حصلت المجموعه اربع مباريات ما عندوش ولا نقطه، اكتر فريق يستقبل اهداف، اقل فريق احرز اهداف، يعني استقبل 10 اهداف تقريبا في الاربع مباريات على ملعبه وخارج ملعبه، خسر من كل الفرق اللي واجهها. وبالتالي نظريا على ارض الواقع فريق ضعيف جدا. النادي الاهلي طبعا في فرق كبير جدا في الخبرات والامكانيات كبيره جدا للاعبتنا، اعتقد وبنسبه كبيره واتمنى ده انه فرقتنا تلعب، يعني ناس كثيره جدا لازم تبقى متواجده من التشكيل الاساسي لدعمهم نفسيا ان كانوا قادرين. خلينا نتكلم في النقطه دي مهمه، لانك لو قادر
بدنيا. في فتره الى حد أربعة ما ايام تقريبا خمس ايام اعتقد ان ممكن يعني الى حد ما كويس او بشكل في ريكفري كويس. وحتى النهارده مستر كولر قرر انه يسافر يعني ياجل سفره للكاميرون يوم بدل ما يسافر 14 يسافر 15 بحيث انه يبقى في فتره ريكفري. يمكن كمان الملاعب والاجهزه والحاجات دي في جنوب افريقيا ممكن تبقى افضل شويه من الكاميرون. فاعتقد ان الفتره دي هتبقى شويه مساحه جيده للاعبتنا عشان تقدر تخرج من الاجهاد البدني اللي عندهم. فاعتقد ان المباراه مهمه، ولكن مهم كمان انك تدعم لاعبتنا نفسيا. يعني اعتقد ده تفكير مستر كولر والجهاز الفني، انه نسبه كبيره جدا من اللاعبين اللي خاضوا مباراه صن داونز هيبقوا متواجدين كاساسيين في مباراه القطن الكاميروني. وان شاء الله المباراه هتبقى ان شاء الله ما فيش مباريات سهله، ولكن اعتقد ان نتيجه خبرات لاعبتنا والروح الكبيره جدا اللي موجوده عندهم دلوقتي بعد الهزيمه الكبيره من صن داونز، اعتقد ان شاء الله هتبقى مباراه سهله للاعبتنا ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله باذن الله انه القادم يبقى افضل، والاهلي يعودنا بمساعده وبمسانده وبدعم جمهوره انه في اي ظروف صعبه في الحلوه والمره انه جمهوره موجود، وجمهوره هو ده ظهره وسنده. وانا رهاني الحقيقه ما عنديش شك انه الجهاز الفني وانه اللعيبه هيبذلوا اقصى ما في وسعهم ان هم يحاولوا يصلحوا من الوضع. لكن انا راهن اكتر من ده الحقيقه على جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي اللي بدعمه ومسنده قادر يرجع فرقته مره ثانيه. ليك تحفظات، ليك علامات استفهام، ليك طلبات، ليك رغبات، طبعا كل ده محل مناقشه وعندنا وقت كبير جدا، لكنه مش وقته حاليا. المطلوب من جمهور النادي الاهلي انه يقوم بدوره الطبيعي ودوره الاهم، ويمكن يكون دوره الاساسي في نجاح المنظومه دي على مدار تاريخها كله، وهو دعم ومسانده فرقته. انت بتشجع فريق النادي الاهلي، ما بتشجعش اسماء، ما بتشجعش جهاز فني، ما بتشجعش لاعبين، انت بتشجع طول عمرك النادي الاهلي ايا كان مين لابس التيشيرت بتاعته. ويهمك في الاول والاخير انه شعار النادي الاهلي يكون دايما في الصداره ودايما في المقدمه، وده اللي هيكون عليه ان شاء الله باذن الله. وافتكروا كلامي ده كويس. بشكرك اشرف، بشكرك جدا يا احمد، ولكن اسمح لي لازم اقول رساله للشناوي فضل. لانه الشناوي افضل حارس في مصر وفي افريقيا على المستوى الفني، المستوى البدني، المستوى الذهني، كشخصيه، كشخصية قيادية داخل النادي الأهلي. أتمنى أن يرجع مرة تانية المستوى ويثق في نفسه وفي زمايله، وإن شاء الله الشناوي يقدر يرجع مرة تانية لقيادة النادي الأهلي ومنتخب مصر بإذن الله. إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. بشكركم على المتابعة. بكرة حلقة جديدة السادسة، تحياتي لكم.